أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، ومن خلال أيضا خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية عبر هذه الخدمة التي إن شاء الله سنقرأ رسائلكم تباعا في هذه الحلقة. اليوم الموضوع سيكون عن العمليات العسكرية التي تشن الآن على قضاء الطارمية شمال محافظة شمال العاصمة بغداد، حزام بغداد الشمالي. هذه العمليات التي يرى كثيرون أنها تأتي بدوافع طائفية ولتغيير إحداث تغيير ديموغرافي في هذا الحزام وهذه المناطق تحديدا، وهناك مساعي منذ فترة طويلة وليست بقليلة عن المضايقات طبعا وفرض حظر للتجوال وتوفر الميليشيات وتواجدها في هذه المناطق التي تضغط دائما على المواطنين وتقوم بتهجيرهم وتجريف أراضيهم والسعي الدائم من أجل ترحيلهم وتغيير التركيبة السكانية لهذه المناطق. الذرائع التي تتحجج بها السلطة في بغداد هي بسبب الرغبة بتطهيرها كما يسمونه من خلايا تنظيم الدولة أو داعش. طبعا هذا الموضوع مع ما نشاهده من تصريحات ونستمع إليه من تصريحات وهذه الأحاديث والترويج الإعلامي للانتصار الذي ما يسمى بالانتصار الذي كان قد تحدث عنه حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق، يتنافى ويتناقض تماما مع ما نراه الآن على الأرض من محاولات لما يسمى بتطهير الأرض من خلايا تنظيم الدولة. سنأتي إن شاء الله للحديث عن هذا الموضوع بالتفصيل في هذه الحلقة، وننتظر مشاركاتكم للتحدث معنا وإطلاعنا على آرائكم عن الأسباب التي تقود إلى وجود عمليات عسكرية بغطاء دولي، وكأن الموضوع موضوع تنظيم الدولة لم ينتهي ويتنافى مع ما تحدثت به إدارة حيدر العبادي وقادة الميليشيات وقادة القوات الحكومية من جيش وشرطة، وكذلك حتى الولايات المتحدة الذين أعلنوا انتهاء العمليات العسكرية في العراق مع تنظيم الدولة. سنذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود للحديث أكثر في هذا الموضوع. ابقوا معنا. هذا الحشد الشعبي تسمية أطلقها واحد ورا ما كسر الجيش وكسره وهم بأمر مقصود، هو منه نور المالكي. صار علي دراسة أنه الجيش عادة من ينكسر مو بسهولة يعاد ترتيبه وبناءه وتأهيله حتى يدخل في معركة، وبالحشد الشعبي انطلقنا استطعنا أن نعوض عن خسارتنا بالجيش. شنو الانكسار يا مالكي؟ معناها أنت العراقيين ملأت المقابر بيهم دم وظلوا لحد الآن يغسلون بحارك كسارك اللي ذبيت عليهم بالدم لحد اليوم. اكو شيء ناس الحساب حساب عندها ويا الجيش العراقي، هذا شيء مقصود. الجيش العراقي لازم يعاقب. هسه احنا امريكا عرفنا ليش حلت بعضهم، يقول لانه انحسب بانتصاراته بفلسطين وكذا وكذا، ولو ما ندري بس حلوه، عاقبوه على شغله حلوه. رجع نهض وثبت خطا، هاي الكل قالت خطا، وتركت طبعا البلد كله استباح وبيحت حرمته واستقلاله وحدوده. رجع الجيش نهض. مو اكو ناس ما تريد عندها ثار ويا خالنا طلابه وياك سامعيها؟ لازم يرجع هذا الجيش ينتهي. ما عليه بالاسباب الامريكيه الان صارت اسباب، منو عنده مصلحه بهذا؟ بصراحه ايران ما تنسى انه الجيش العراقي كسرها وفاز عليها وخسر الحرب وانتصر عليها. الايمان اذا يقول حرب حرب، الايمان اذا يقول صلح صلح. هذا العامل بالاساس يعتبر هذا الجيش عار ولازم يقاتل ويعتبره خائن. كان يعتبر الدفاع عن ايران شرف وطنيه، فكان يشيل بندقيته ويرمي وين؟ يرمي على العراق. يعاني كثيرا من الجيش والشرطة الاتحادية أثناء التقدم، ما يتقدمون يتواجهون. هاد العامري أنت عراقي لو إيراني؟ مع الإمام حتى آخر قطرة دم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نذكر أن أرقامنا تتوفر لحضراتكم أسفل الشاشة، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال المشاركة عبر هذه الأرقام أو من خلال خدمة الواتساب التي توفرها قناة الرافدين والتي بإمكانكم أن ترسلوا لنا من خلالها رسائلكم النصية. نستمع إلى رأي السيد أبو وليد من القيارة. أبو وليد حياكم الله.
تحيي ودوم شرف سيد العزيز. حياكم الله، أهلا وسهلا. تحيي ودوم، أنا أشكركم على هذا البرنامج الحلو. الله يسلمك، شكرا جزيلا. سيد العزيز، أنا أخواني خدوم الدواعش أول ما جو الدواعش. نعم. ذكروا اليوم مطار المثنى. شلون؟ فطلعت من، قالوا لي مطار المثنى، طلعت من البغداد المطار المثنى. قالوا لي عمي ما موجودين. بعدين اكو واحد سحبني بصفحة دام باستخبارات. قال لي دول موجودين، طارم تقريبا 6 اشهر جابوهم يمنا. ابو وليد، منو اللي اخذهم؟ اخوتك؟ اللي اخذهم الدواعش. طيب ايش جاب الدواعش على مطار المثنى؟ جايبين من مطار المثنى، رحت المطار المثنى استاذ العزيز. يعني اخذوهم، يعني اخذتهم القوات الامنيه من داعش. اي. نعم اسمعك ابو وليد. ايه جابوهم المطار المثنى، رحت المطار المثنى قالوا لي ما موجودين. بعدين اكو واحد باستخبارات صاحبي بصفحه قال لي انت منين قيارة من الموصل. نعم. قال لي عمي ذولا موجودين. بعدين قال لي روح تاكد من مطار بغداد الدولي. وطلعت المطار بغداد الدولي. لقيت مقدم قاعد باستعلامات. قال لي عمي ذولا صار لهم 6 اشهر من جابوهم يمنا. بس فيهم المفتور، فيهم العقل ما تمام. اي والله، وسلامتك استاذ العزيز. شكرا لك ابو وليد من القيارة. نذكر مشاهدينا الكرام أن الموضوع اليوم هو عن العمليات العسكرية التي تشنها الميليشيات والقوات الحكومية على قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، بذريعة وجود خلايا لتنظيم الدولة. ترغب هذه الميليشيات والسلطة بتطهير المدينة كما يسمونها من هذه الجيوب. بينما يرى مراقبون ومتابعون للشأن العراقي، محللون سياسيون وشخصيات وطنية، ترى أن هذه العمليات تقف وراءها أجندات من أجل إحداث تغيير ديموغرافي. كان هناك مسعى منذ فترة طويلة من أجل أن يحدث في مناطق حزام بغداد. المعاناة مستمرة بالنسبة لأهل قضاء الطارمية والمناطق المحيطة بالعاصمة بغداد جراء الاعتداءات المستمرة والانتهاكات المستمرة. هذا هو الموضوع مشاهدينا الكرام، لمن يرغب أن يشاركنا فهذا هو موضوع هذه الحلقة. أبو طه من بغداد، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية خاصة لك ولا قناة الخافدين الشريفة. حياكم الله. والله أستاذ محمد، اللي دا يحصل حزام بغداد وبالأخص في منطقة الطارمية، نعم، يعني شيء ما يسولف. زين، حرب طائفية، زين، على أهل السنة، زين، قتل واعتقالات وتعذيب، زين، اللي لا الله يرضى بها ولا الأنبياء. لكن الحكومة تقول وقادة الميليشيات يقولون أن هناك خلايا ناعمة وجيوب لداعش، وهذا هو سبب إجراء هذه العمليات. طيب لماذا إذن، أو كيف تفسر إذن تصريحات سابقة لحيدر العبادي الذي قال انتصرنا على داعش؟ زين، شلون نطل بيان حيدر العبادي بأنه انتصرنا، وطلع هو والقادة العسكريين وواقف طول متر ونص، زين، يقول انتصرنا على الخلايا النائمة وطردنا داعش، زين، من طردهم من الموصل، جابوا من الطارمية الحزام بغداد. هاي مو خلايا نائمة من دواعش، هاي الميليشيات التابعة للنظام الإيراني. زين، وتأتمر بأوامر من أسيادها الإيرانيين. نعم. و50% أو 60% من هاي الميليشيات هم إيرانيين اللي يقومون بهاي العمليات. زين، انتقاما من أهل السنة. ولا ما يراد لأي تفسير أستاذ محمد. وضحت فكرتك، أشكرك أبو طه للمشاركة، كنت معنا من بغداد. أبو محمد من ديالى، تفضل أبو محمد. السلام عليكم عيني أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله.
استاذ محمد عيني، هاي خطه ايرانيه قديمه يريد ياذون العالم يدمروهم لا اكثر ولا اقل. مجرد شنو الاسباب برايك ابو محمد؟ حقد لا حن ما حن مع جميع عربي قط ورب الكعبه. اخي العزيز وارجو من حضرتك يعني من خلالكم شويه اطلع من الموضوع. الدكتور عدنان حمد المدرب الرياضي ابو محمد حتى لا نتوسع باختصار باختصار إيه لا بس قالوا خليجي البغداد ما عليه شيء، ارجو ان يسمع صوتي ولا يجي ذولا غدارين، ترى من يجي يغدروا يقتلوه. تقصد منو الغدارين؟ ابو اشكرك جدا ابو محمد، المن تقصد غدارين ويقتلون الكابتن عدنان حمد؟ ممكن الدولة اعطت اعلان بالتلفزيونات على اساس انه يجي ما عليه شيء، رجل عراقي وكذا كذب يكرهوه، يكرهون كل كفو وكل شريف وكل نظيف من العراق. اشكرك ابو محمد، كنت معنا من ديالى. طيب خالد من الموصل، تفضل يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احيي قناه الرافدين السباقه للخبر الصحيح. حياكم الله. اخي اني على مود نحكي على مود معتقلين الموصل. خالد ولو هذا الموضوع مهم، لكن اليوم الموضوع الذي نتحدث به هو عن العمليات العسكريه التي تشنها القوات الحكوميه على قضاء الطارميه بذريعة وجود خلايا نائمة لتنظيم الدولة داعش. ما رأيك بما يجري الآن من عمليات عسكرية تنافي أو تتناقض مع ما تصرحت به القيادات العسكرية سابقا وحيدر العبادي وغيرهم وقادة الميليشيات أنه انتهى وجود تنظيم الدولة في العراق؟ إذن لماذا نشاهد الآن عمليات عسكرية على قضاء الطارمية وسكان قضاء الطارمية؟ أخي هذا موضوع يعني ما يحتاج، يعني طارمية يعني أهاليها سنة والميليشيات إيرانية، يعني موضوع موضوع واضح يعني. شلون فسر لنا أكثر، نحب نسمع منك والمشاهد اللي ما يعرف يعرف، خليه يعرف، وضح لي أكثر. هذا حرب ضد أي سني، وبدليل ما دع ينطون على إيران، بدليل دع يدافعون على إيران. أخي ميليشيات إيرانية، هذا حقد. الطارمية أغلب السكن اللي يسكنونها سنة، فهذا حرب. مو بس الطارمية أخي، أسع الفلوجة محاربة، الرمادي محاربة، الموصل محاربة، تكريت محاربة، مناطق أهل السنة كلها محاربة من قبل الميليشيات. هذا شيء واضح يعني. سيد خالد، طبعا الموضوع اللي حضرتك دخلت او اتصلت حتى تشارك به موضوع المعتقلين، هناك تغطيات مستمره تقوم بها وتقدمها قناه الرافدين عن وضع المعتقلين والمعاناه التي يواجهونها. متاح لك المشاركه ان شاء الله في الحلقات القادمه التي تناقش هذا الموضوع وتطرح هذا الموضوع للادلاء برايك قدر المستطاع ووفق المعلومات التي تملكها ووفق الطريقة التي تود أن تطرح بها الموضوع. أشكرك للمشاركة، أعتذر منك رغم أهمية الموضوع الذي تود أن تطرحه، لكن نناقش اليوم مشكلة قضاء الطارمية وما يعانيه الآن، ونذكر مشاهدينا الكرام ببيان هيئة علماء المسلمين في العراق الذي خرج متزامنا مع هذا الموضوع. قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن الحكومة وميليشياتها الإجرامية ما زالت تتبنى النهج الطائفي في استهداف مدن ومحافظات عراقية معينة والتنكيل بأهلها بارتكاب أبشع الجرائم بحقهم. أفادت الهيئة في بيان لها أن الجيش الحكومي والميليشيات الطائفية فرضا حصارا خانقا وحظرا للتجوال في قضاء الطارمية بعد إغلاق جميع منافذ الدخول والخروج للقضاء، وكذلك إعلان عملية عسكرية بدعم من قوات التحالف الدولي تستهدف القضاء والمناطق المحيطة به، وذلك بعد حملة التهديدات الطائفية التي أطلقها زعماء الميليشيات بحق أبناء القضاء. الهيئة أكدت كذلك أن هذه الهمجية والانتهاكات التي تستهدف الشعب العراقي ليست بغريبة على هذه الجهات التي فعلت مثل هذا في مناطق أخرى. ما زالت مآسيها مستمرة حتى هذه اللحظة، مستشهدة بما حصل
في قضاء جرف الصخر في محافظة بابل من تهجير لساكنيها، وحتى هذه اللحظة لم يعد أهالي جرف الصخر إلى مناطقهم بعد هذه المدة الطويلة مما سمي بعملية تحريرها. هناك قراءات كثيرة لموضوع حزام بغداد، المناطق المحيطة بالعاصمة بغداد، نظرا لوجودها أو لطبيعتها الديمغرافية. هناك مساع من أجل تغيير ديمغرافيتها، وهذا نهج طائفي كما يقول متصلون وكما يقول مراقبون ومتابعون، أنه دابت على استخدامه واتباعه الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال الأمريكي وميليشياتها على تغيير التركيبة السكانية لكثير من المناطق الموجودة في العراق، مناطق ذات غالبية معينة أو طائفة معينة يقومون بتغيير تركيبتها السكانية، لم يسلم منها حتى إن قلنا بصريح العبارة السنة، حتى توجهوا إلى الأقليات وقاموا باستهداف الأقليات في محاولة لتغيير التركيبة السكانية لكثير من المناطق. كيف يمكن أن نفسر هذه العمليات التي تشن الآن على قضاء الطارمية وفرض حظر للتجوال ومشاركة ميليشيات مع قوات حكومية بدعم من التحالف الدولي تحت ذريعة تطهير هذه المناطق من الخلايا والجيوب؟ كيف إذن وكما قال أبو وليد، كيف وصلت هذه الخلايا إلى قضاء الطارمية بعد أن أعلن حيدر العبادي انتهاء العمليات العسكرية مع تنظيم الدولة؟ ما الذي يمكن أن يفسر به هذا الموضوع؟ أو كيف يمكن أن يفسر وجود عمليات عسكرية الآن طبعا تشن على هذه المناطق المحيطة بالعاصمة بغداد وبذرائع كثيرة؟ وكان قبل 5 أيام بالتحديد تم تشكيل وفد عشائري من قضاء الطارمية من أجل الذهاب إلى مسؤولين إلى البرلمان تحديدا للمطالبة بالكف من قبل بعض الميليشيات والجهات المسلحة التابعة للدولة بتجريف الأراضي والبساتين في هذه المناطق، وأرادوا كذلك أن يسن قانون كما تم سن قانون لمحافظة نينوى في عام 2016 من أجل منع تجريف الأراضي والبساتين والمحاصيل الموجودة في هذه المناطق لكي تحتفظ هذه المناطق بتركيبتها وبطبيعتها الجغرافية والسكانية من أجل أن لا يتم تغييرها فيما بعد. نذكر طبعا مشاهدينا أنه تم فرض حظر للتجوال في قضاء الطارمية من قبل القوات الحكومية. هذا الموضوع سبقه تصريح لزعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي الذي دعا إلى تطهير بحسب وصفه قضاء الطارمية من خلايا داعش كما يقولون، وطبعا لبيت هذه الدعوة. وهذا الموضوع يجعلنا نتساءل عن سبب تأثير هذه الميليشيات وكيف استطاعت أن تؤثر وتصبح مؤثرة بهذه الطريقة على السلطة الموجودة في بغداد. طبعا قبل ذلك بفترة كان قد دعا عادل عبد المهدي إلى حصر السلاح بيد الدولة وتحجيم الميليشيات وسحبها، كيف نراهم الآن يدعون إلى قيام عمليات عسكرية ويقودونهم العمليات العسكرية في بعض القطاعات وغيرها؟ أمور كثيرة لا يمكن أن تفسر يعني نظرا لما نراه الآن، لكن هناك إجماع ربما على قضية أن هناك محاولة من أجل إحداث تغيير ديمغرافي في هذه المناطق لأغراض طائفية. لدينا بعض الرسائل التي سنقرأها في هذه الحلقة. نبدأ من السيد مبروك من الإمارات، يقول: تحية لك أخي محمد ولصوت الحق الناطق بلسان العراقيين الأحرار. يقول: عن أي نصر يصرحون وهم يعيثون القتل والتشريد والنزوح وغير ذلك، كثير معاناة وخصوصا السنة في مناطقهم، تطهير وطائفية وحشية يندى لها جبين البشرية. سنكمل رسالة السيد مبروك من الإمارات، لكن نستمع إلى رأي السيد أبو أحمد من الأنبار. تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي العزيز، احنا نشكركم على هذه الحلقة لإتاحة الفرصة للناس، حياكم الله، لتكلم عن موضوع وهو أطراف بغداد، ومو بس يعني أطراف بغداد وإنما هي نقول المحافظات الغربية بالكل.
موضوع الميليشيات اللي جاي تتحرك الان باطراف بغداد، نقول حزام بغداد، الا وهي تغيير ديموغرافي واضح جدا وهجمه شرسه على اهل المناطق اللي ساكنه بهذه الاماكن لاجل ترحيلهم، لاجل التغيير الموجود حاليا بسبب امور يعني نقولها طائفيه، وهي واضحه جدا انه امور طائفيه ما تخفى على حد. والامور الطائفيه احنا من 2003 لحد هذا اليوم الامور الطائفيه موجوده على الارض، لكن من اللي مسبب؟ كيف تفسر ابو احمد، كيف تفسر ان تنصاع السلطه الحاكمه حكومه عادل عبد المهدي ان تنصاع لرغبات الميليشيات وتنفذ اوامر الميليشيات وتصريحاتهم وطلباتهم؟ يعني قبل هذا التحرك كان هناك تصريح من قيس الخزعلي يطالب به بتطهير كما وصفه قضاء الطارمية، بعد ذلك بأيام تأتي هذه العملية العسكرية، وكان الموضوع هي أوامر تطلقها أو يطلقها زعماء الميليشيات وتقوم بتنفيذها السلطة. كيف تفسر هذا الموضوع أخي العزيز؟ والله هو يعني لا يخفى عليك، موضوع واضح جدا ولا يخفى على الناس اللي هسه دا تشوف، خاصة المناطق اللي هسه يقطنون بها. خلي الناس تتحرك، خلي الناس تحس هذا موضوع طائفي، موضوع إيران برا هذا الأمر، هي إيران اللي دا تحرك هذه الميليشيات، هي اليد الطولة من العراق، لكن الحكومة وهي مجرد آلة أو لعبة نقول بيد هذه الميليشيات. والمتحكم الرئيسي للعراق، المتحكم الرئيسي للعراق هم الميليشيات، من قيس الخزعلي، هادي العامري، ابو مهدي المهندس الراس الكبير، هم هذول اللي الان اللي بادين بتغيير ديموغرافي، وبسبب الضغوط الخارجيه الامريكيه او الضغوط الدوليه اللي على ايران لا تحصل، الان ايران بدات تتحرك ميليشياتها وتحرك عصاباتها داخل العراق لكي تخلق فوضى داخل العراق، حتى خلالها الوضع حتى تصنع فوضى بداخل العراق، تشغل العالم او تشغل الناس، وبنفس الوقت هي فرصه يعني ثمينه للميليشيات القذره حتى تستقل هذا الموضوع للدخول هذه المناطق السنيه لاقتحامها والتغيير الديموغرافي وترحيل الاهالي واخذ مزارعهم ومنازلهم. يعني بكل الامور توحي للتغيير العام، واحنا نحذر اهالي هذه المناطق ان ياخذوا الحذر وان يعني يصدوهم، لان لا توجد حكومه يا ناس، والله لا توجد حكومه، ماكو حكومه، مجرد لعبه بيد الميليشيات. انت تشوف الان من يدي يحكم الشارع؟ فقط الميليشيات، يعني هالناس هاي النايمه جاي تشوف انتوا، يعني يا ناس يا عالم، يعني اريد احكي بالعاميه، يعني كافي نوم، كافي 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 جبن، حسوا عن انفسكم، حسوا عن انفسكم، دافعوا عن اراضكم عن ارضكم، كافي، يعني انتم جاي تنوخذ من قدام عيونكم واراضيكم. المشكله ابو احمد، يعني في العراق الان من يطالب بقضيه او يطالب بحقه او مثلا يدافع الان على سبيل المثال، لو خرجت مظاهرات تدافع عن اهالي قضاء الطارميه او هذه المناطق التي تتعرض لانتهاكات، ستكون التهمة جاهزة أنهم مناصرون أو دواعش أو خلايا لتنظيم الدولة، كما اتهم سابقا متظاهرون عندما قالوا إيران برا برا، اتهمتهم حنان الفتلاوي أنهم خلايا لتنظيم الدولة، خلايا نائمة، وهم طالعين من مناطق جنوبية. طيب، يعني الآن التهم مجهزة جاهزة، وهناك دعم دولي لهذه السلطة الحاكمة وللميليشيات، كيف للناس أن تتحكم أو تنتفض أو تثور عفوا على هذه السلطة الحاكمة والميليشيات وهذه الانتهاكات والجرائم؟ يا أخي العزيز، هذا السؤال يعني جدا مهم، واني من عندك أوجه للشيوخ العشائر، الشيوخ العشائر، ما أقول رجال الدين، رجال الدين وصلونا إلى الذل، رجال الدين ساكتين عن الحق، واللي يسكت عن الحق شيطان أخرس. أنت دا يعني دا اللي هو ليش يوجه لك تهمة إرهاب؟ هو عنده جاهزة لتهمة إرهاب،
هو شنو أصلا؟ هو شنو حتى يوجه لي حتومة الإرهاب؟ هو منهم؟ ماكو سلطة أخي العزيز، لا توجد سلطة. الناس تحس من هاي النقطة أنه تعرف لا توجد سلطة، أنه هو يوبخني أو هو يخليني أنا مرهابي، كان من الجنوب ولا كان من الغرب. يعني الناس خليها يعني مفروض تعرف، وبالذات الشيوخ العشائر لازم تحزم حزامها، أو وإذا عندهم غيرة وشرف، غيرة وشرف يعني يرفعون عصاتهم ضد هاي الميليشيات، ما نقول ضد الحكومة، حتى لا يقولون والله طالعين خارج القانون، ها حتى تعرف الناس أنه دايم ظلمون الشيخ العشيرة. إذا الشيخ العشيرة هو الشيخ العشيرة، هو القائد، هو نايم وهو ساكت للحق، هو أول من ينطرد هو الشيخ العشيرة. زين كيف البقية؟ كيف الناس الشباب العامة اللي موجودة بالشارع؟ احنا اخوي العزيز، احنا الله سبحانه وتعالى هو الناصر. نسأل الله انه يخلصنا من هذه التقمة الفاسدة، ونسأل الله انه يعني يزيح هذه القمة عن هذه الأمة، والحمد لله على كل حال. ابو احمد شكرا جزيلا للمشاركة. معنا السيد ابو مصطفى من الموصل، تفضل ابو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب أوجه تحياتي لأخ أبو أحمد، أقول الطارمية علم بها عشائرنا، وخاصة أعمامنا المشاهدة بارك الله بيهم من بداية الاحتلال لليوم. ولكن هناك الله سبحانه وتعالى عنده آية في القرآن الكريم يقول يحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون. اليوم هذا الموعد جاءهم دول الميليشيات اللي عملوا ما عملوا العراق من 2003 لحد اليوم. فيا عراقيين، اني احب انا اوضح لكم شغله، لا تروحون ورا الامريكان زايد ولا المجوس، ان شاء الله نارهم تاكل حطبهم، ولا تاثروا من بعضكم تثيرون المشاكل السابقه، حطوا المر جوا الفراش، احنا هاي الاطباء العرب. اما ما يقوله السيد ابو احمد أنا شيوخ العشائر، شيوخ العشائر أنقسم من المعممين، ذول اللي 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 دمروا العراق. أشوف العشائر مع كل احترامي القليل منهم، ظل بيهم 2% لو 3% زينين، أما كلهم فاشلين يركضون ولا الدولار، فلا تتبعونهم ولا تأملون منهم خير. كل عراقي يجب عليه أن يكون وطني شريف، لا ينطي مجال على وطنه. الأمريكان إذا انفردوا بحكم العراق أيضا راح يعملون ما يعملون، لأنهم هم أنقص من المجوس، والمجوس أنقص من اليهود، واليهود أنقص من المجوس، دول اللي دمرونا. فإحنا علينا أن ننتبه، لا نعيد الماضي فيما بيننا، حطوا لنا المر تحت نقول جوا الفراج زي ما يقول العرب. خلينا أبو مصطفى، بمصير أهالي قضاء الطارمية اللي يتعرضون لانتهاكات مستمرة منذ سنوات على يد ميليشيات تناوبت عليهم، مرة العصائب، مرة البدر، مرة حزب الله، ويتناوبون على مناطق حزام بغداد ويسيطرون عليها ويقومون بارتكاب انتهاكات وجرائم. طيب هل معناها نحن ننتظر حدوث هجرة جماعية لسكان هذه المناطق قضاء الطارمية تحديدا بسبب ابتعاد العالم، المجتمع الدولي عن مناصرتهم، وكذلك وجود هذا الغطاء الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يشرع ارتكاب جرائم وانتهاكات؟ استاذ محمد، من بداية الأمر في عام 2005 تحديدا، الآن تقول بين درب الشر مجالس بيناتنا، نقول لهم أمريكا ما أنطت مجال الأمريكا للمجوش بقتل أبناء العراق، مو شرط بس السنة، ولكن سووا هذا ريع هيبوا أبناء الجنوب اللي ما يعرفون، حتى يقتلون ابناء سلسلة العداء. هاي الطائفة يشتغلوا عليها بدايته. فابناء الطارمية تحديدا كانوا من المجاهدين الاوائل في العراق. اذا نجي ننظر للعراق، اكو مناطق صارت بسرعة، فهي في البداية وفي الوسط وفي النهاية، لكن المجوس يعرفونهم اليوم، هذول ما راح يسكتون، ولهذا بدأوا النوم يضايقوهم، لانه تهجيرهم يعني شل حركتهم. هذا اللي هاجس اللي موجود عند الميليشيات، الميليشيات اليوم مرعوبه، وفعلا خلي يكون بعلمهم ماكو مواطن عراقي شريف. ابو مصطفى مرعوبه من شنو؟ نعم ابو مصطفى، ايش
الشهر السابع. مرعوبة من شنو الميليشيات؟ هناك ضربة راح تصير من قبل الأمريكان، فالشعب العراقي أكيد ما راح لا يدخلوا لما يجون للمدن، والمدن عمت عين كل مدينة تقبل بعد المشاة يدخلوا منها حتى الأمريكان شقتلوا فوق المدن. خلي كل إنسان من عنده لوب الحجر أيضا ندمرهم. شلون دمرنا هذول الأنجاش الدواعش اللي عملوا ما عملوا؟ المجوس سامي العزيز ذول كلتهم عرب للأسف الشديد، جعلوا يضربون العرب للعرب. المجوس أنجاس والكيان نفس الوقت لعبوا عدتهم بالعرب. كل الوطن العربي لعبوا، الوطن العربي اليوم مأخوذ من قبل الأمريكان واللي المجوس. هذا اللعبة والفتن الموجودة كلها من وراهم. لكن إحنا ليش ما ننتبه لروحنا؟ خلنا نكون واقعيين. أنت يا شيعي ويا سني، أنت على أي مدى تقاتل؟ أنت هذه أرضك وأنت نفس القومية ونفس الدين ونفس شنو اللي خلاك تقاتل بيضا من إن بس شنو العوبة وكذوبة عليك وعلى السني الروك تقاتل؟ فليش ما تبدأ بنفسك؟ لا أخي أحضر، والميليشيات أنا أدعي من أهل الجنوب أن يعرفون كل اللي انجرفوا إلى الميليشيات، لأن بعد غد حساب. هذا يجي ظرف يمر لابد أن يجي بعده غد حساب. فكل إنسان إحنا الدواعش كلهم نعرفهم، هم بعد غد صفة الجو والله عامت عين كل عراقي ما يعلم عليه ويقصه بنفس الوقت إن كان داعشي ولا ميليشياوي تابع لإيران. أشكرك أبو مصطفى، كنت معنا من مدينة الموصل، معنا السيدة أم عبد الله من بغداد. تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك إلى قناتكم الشريفة وإلى كل العراق الشريف. أهلا وسهلا. أستاذ، صرح أحد المسؤولين العسكريين أنه عملية إرادة النصر هي حماية لأهل الغنية من ابتزاز داعش. يعني أشوف أن النصر في فار واللي قاموا بعملية الاحتفال بعملية النصر والقضاء على داعش، والله العظيم لا أكو داعش في المناطق السنية ولا أكو داعش في المناطق التي يحكم عليها. قد يكون أكو أطراف على حدود سوريا قد يكون، بس هي هذه خطة موجهة ضد السنة بالتحديد. اللي عمل عملية عدم اطمئنان بالحكومة، قوم الحكومة بأخذ عينات من اللي قاموا بعملية ضد الحكومة خاصة من أهل البصرة. المعتقلين من أهل البصرة شالتهم، ما شالتهم من الشارع ولا سوت إنه هجوم على المناطق، لا تجي على البيت تاخذي الشخص. أما السني لا، هي خطة مدروسة. طبعا الخطة المدروسة اللي موجودة عند الحكومة ترى هو اتفاق إيراني والأحزاب الشيعية وأمريكا وإسرائيل، هو لضرب السنة وتضعيفهم، لأن خوف إسرائيل كله من السنة، ويجب القضاء على السنة في العراق في سوريا وراح يجي الدور على مصر. طيب خلينا أم عبد الله، خلينا ويا نقطة أثناء هذا التحرك العسكري على قضاء الطارمية. اللافت في النظر أنه بعد انتهاء العمليات العسكرية على تنظيم الدولة وتصريح حيدر العبادي عن النصر كما قال، وخرجت هذه التصريحات من زعماء الميليشيات أنهم ضد أمريكا واللعنة على أمريكا وكلا أمريكا ومن هذا هم المقاومون كما يسمون أنفسهم. الآن هذه العمليات التي تجري الآن، الحشد الشعبي جزء أساسي من هذه العمليات العسكرية اللي هو أغلب الميليشيات الموجودة، وكذلك يتم بغطاء دولي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. طيب شلون نفهم هذا الموضوع؟ بعد وين النصر وحررناها بيدينا وهنا السوالف؟ صار هي يعني احنا ما بنعرف انه هي امريكا مع الحكومة والاحزاب السياسية والسنة الموجودين في الحكم مع امريكا واحزاب اسرائيل. بالاضافة الى هذا اجيب يعني معلومة ولو سريعة اقوى، في العراق كانت تحت انه العراق وسوريا او الدول العربية تحكر من قبل مع الاعتدال على كلمة من الساقطات الفنانات والموساس الامريكيات اللي يجون الى العراق ومن روسيا ومن اسرائيل والاتفاقيات اللي تصير هسه ومنطقة الرضوانية حولوها الى منطقة صناعية وعالية
بالإضافة إلى منطقة الطارمية لمنطقة الطارمية منطقة قصدر بدون عزران الحيوانية. عبد الله أعتذر مني إنش الصوت غير واضح، أشكرك للمشاركة. بدأ الصوت يكون غير واضح بشكل ملفت، شكرا للمشاركة بشكل عام. مشاهدينا الكرام سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هذول الطلاب شو قاعد يعبرون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل رسالة أو قراءة رسالة السيد مبروك من الإمارات سريعا. يقول: كل هذا يحدث من الحكومات والميليشيات المجرمة بدوافع طائفية مقيتة خبيثة، لذلك الثورة على الأحزاب هي الخلاص من واقع الحال، لعل أن يتغير الواقع بنظام جمهوري يزيح الفاسدين ويعيد الأمن والأمانة في العراق. تحية للكادر. نسمع أو نستمع إلى رأي السيد أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك أخي محمد. هي يعني الحملة هاي على يعني على الإسلام صورة عامة، يعني الطارمية والرمادي والفلوجة والحويجة والموصل، يعني أكبر مثال عندك لما قال حيدر العبادي هذا ماذا يقول عليه، بس المهم يعني لما قال لا تطلعوا من منازلكم، هو الغرض قتل الناس الباقين. يعني هو عده يعني فد منهج يمشي به، فهي هاي الحرب على الاسلام. يعني عمر العجم ما حنوا على مسلم ابدا، فهم دول العجم يعني دعاة الرذيله والكفر والالحاد. فيا اخي حرب على الاسلام بصوره عامه، وده ساعدهم امريكا وده تعطيهم الضوء الاخضر يطمون باي مكان يقتلون اي واحد. يعني من زمان هاي مخططيها. انا ب 72 قرات تحرير احتلال العراق ب 72، يعني اول ما امنا النفط هي صارت المؤامرات على الاسلام مو بس على العراق. ابو حسن، يعني اكو جهات كثيره كانت تحذر منذ فتره طويله ان هناك محاولات من اجل احداث تغيير ديموغرافي، تغيير التركيبه السكانيه لمناطق حزام بغداد أو مناطق مختلفة. اليوم هيئة علماء المسلمين خرجت بتقرير تتحدث به عن التغيير الديموغرافي أو تغيير التركيبة السكانية، دوافع طائفية وأهداف. منذ سنين وهناك جهات كثيرة تحذر من هذه الاستراتيجيات الموضوعة لتغيير التركيبة السكانية، يعني طرد ناس واتيان بناس آخرين من طائفة أخرى يسكنون في هذه المناطق. ومع هذا ورغم أن هذه الأمور تحدث أمام أنظار الجميع، لا يوجد من يتدخل. ما الأسباب التي تمنع على الأقل محليا العراقيين من أن يتحركوا تجاه إيقاف هذه الانتهاكات؟ أخي محمد، هي كلها مدروسة. يعني حتى أعطي مثال، يعني هم التغيير الديموغرافي هو هذول كلهم عبيد الايران. يعني راح اقول لك مثال صغير الله يرضى عليك. عندك مسجد الخلفاء، شوف يعني دعاة الاسلام هم هذول بهم السنه، هم احترامات للشرفاء. يعني جامع الخلفاء صار اسكاد على الترميم، هو دي دمون حتى بيوت الله، بيت الله دمروه، الجوامع دمروها، الكتب القران. حرب على الاسلام يا اخي، حرب على الاسلام. يعني مسجد صار له تقريبا 4 5 سنين تصليح، مدري صار هو كاتبين برعايه الدكتور الهميم على الصيانه. يعني هم دول حرب على الاسلام، حتى دول السياسيين
هذول السياسيين اللي عندهم غيره على البلد وعلى على على اهلهم. كان واحد حكى كان قال ليش يسوون بهن. فكلها عملاء وعلى مود الدولار. اخي محمد على مود الدولار. الدولار يقول لك الدين. شنو الدين؟ دولار عمي دولار. فهذول كلهم حرب على الاسلام وعلى المسلمين. هم غرضهم ليش يعزون الاسلام؟ لان يعني الاسلام حق وما يدون حق يظهر. يدون الظلام دائما الظلام. هم هذول العجم والامريكان وحتى اسرائيل. اشكرك ابو حسن، كنت معنا من بغداد، وضحت الفكره. السيد صباح من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبة هذا مشروع يعتبر مشروع صفوي. احنا نعرف العراقيين الشرفاء سواء سنة او شيعة او اكراد او غيرها، ما يتقبل يأذي اخوه المسلم كائن من يكون. هذه الاعمال اللي جاي تقوم بها ميليشيات الطائفية بعلم الدولة وبعلم الرأي الدولي وبعلم السياسية السنة اللي كلهم واقفين صامتين، ما حد دافع على مناطقهم، حزام بغداد او جرف الصخر او الجرائم اللي جاي يصير، هاي الاعتقالات والمخبر السري وغيرها، اعتقالات عشوائيه، واولادهم اولاد الناس يعني ما يعرف مصيرهم وين، حتى السجون كلها سريه. فهذا مشروع صفوي الحكومه جاي تديره. ثق واعتقد استاذ، هي وزاره الدفاع وزاره الداخليه بحزام بغداد هم نفسهم هم ميليشيات. والله العظيم 80% من وزارة الدفاع ومن وزارة الداخلية هم ولاءاتهم للميليشيات الطائفية، و 20% من عندهم رايحين على مود الراتب والعيشة وأهلهم وفقرة، وما لهم علاقة بدم المسلمين ولا تهجير ولا سرقة أموال الناس ولا تفجير بيوت الله. ناس جاي يقولون ما يأمروهم الحرس الثوري والإيرانيين. يعني العراق دمروه 16 سنة جاي يحكمون ناس والعتاقة، وذول كانوا مدوارة قبل، حاليا هم يحكمون البلد وهم يديرون. الناس إلى متى ساكتة سيد صباح؟ ساكتة خوفا. يعني احنا نعرف اللي صار بالسنة مو قليل، بالموصل، صلاح الدين، بالديالة، بحزام بغداد، مناطق قسم من الديالة، الأنبار. يعني احنا نعرف ايش صار على أهل السنة من ظلم وتهجير وقتل واعتقالات عشوائية. فالناس خايفة، وحاليا اهلنا بالجنوب من يطلعون مظاهرات وغيرها. هي هذا صار امل العراقيين بالبصره والناصريه والسماوه ان يتظاهرون ضد هذا الشله الفاسده الميليشياويه. من رئيس الوزراء هو اللي شكل الحشد الميليشياوي الى اصغر الدرجات. هم كلهم ناس تبعيه لايران وينفذون ما يؤتمرون به من الايرانيين. العراقيين مغلوب على امرهم اخي، ولا اي عراقي مواطن عراقي يعرف ان هاي الحكومه فاسده وجاي تسرق الاموال 1000 مليار دولار. وروح للجنوب، اهلنا بالجنوب، شوف حياتهم شلون بسيطه وجوعانين وما بنت لهم الدوله اي شيء. يعني هاي المنجزات اللي يحجون بها حزب الدعوه، شنو اللي سووه لهنا بالجنوب؟ مستشفيات، جسور، مدارس نموذجيه، كل شيء ماكو. اذا الاموال كلها معروفه انها سرقت، لكن الشعب يعني ساكت. الشعب راضي ان يسرق امواله وساكتين. المفروض يعني هبه كل محافظات العراق مطالبه بطرد هاي الشله الفاسده، وما حد المفروض ما حد يقف بوجوه الشعب. يعني يطلع لنا مثل مقتدى الصدر اللي هو اسس جيش المهدي وقتل مئات الالاف جيش المهدي قتلهم على الهويه، مجرد اسمه عمر وعثمان ومجرد اسمه سني وغيره، قتلوهم بالطائفيه 2006 و2007. وبعدين انشقت من جيش المهدي العصائب وانشقت غيره اسمه سرايا السلام، وكلهم ناس مجرمين وسراق. سراق ثق واعتقد استاذ كلهم مجرمين، وديهم متلطخه بدماء المسلمين بالنسبه للحشد الميليشياوي. اما السياسيين كلهم ناس فسده وسراق، لكن الشعب الى عم يعني ايش قد يبقى نايم الشعب على هيك سراق وهيك. وسياسي السنه اللي موجودين بالعمليه السياسيه شلون ترضوها على الطارميه والتاجي وهاي حزام بغداد ان يصير مثل ما رضوها على ديالى ونينوى وصلاح الدين؟ كل القرى اللي بديالى المناطق السنيه تم تجريف بساتينهم وتم طرد اهلها واعتقال اهلها، والموصل صار بيها والانبار صار بيها وبيجي صار بيها حرب مدروسه ووضعها حزب الدعوه وجاي ينفذها الحشد الميليشياوي اللي حاليا هم دمجوه ويا الجيش. يعني حتى دليل يصير للراي الدولي ان وزاره الدفاع ووزاره الداخليه اندمج مع هاي الميليشيات الطائفيه.
سيد صباح، أنا أشكرك وأعتذر منك الوقت شارف على الانتهاء ولدينا متصلين ينتظرون. السيد سعد من بابل، تفضل يا سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليك السلام. حياكم الله، أهلا وسهلا. سلمك الله يخليك. تفضل سيد. يعني نريد نشخص الحالة يعني. نعم. يعني نوقع على الجرح. أنتم مثلاً يعني إحنا كطبقة يعني مستضعفة. يعني وانتم كجهة معارضة يعني ما لو نفسكم دخلتوا بهاي العملية السياسية القذرة سوتها أمريكا. وأنا أتذكر ذول هم يسمون نفسكم كانوا معارضة أيام النظام السابق، ثقت بهم وزيرة خارجية أمريكا وقلت لهم أنتم بالنسبة للنظام كذبانة تنظر، يعني مجرد بس إعلان. أنتم كجهة هسه معارضة، جهة معارضة شريفة، وما لوّت نفسكم ولا دخلت في العملية السياسية. يعني إحنا ليش نعول على 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 شعب هو أصلاً مغلوب على أمره فقير؟ طيب والحال؟ على من نعول؟ على من نعول؟ الشعب مغلوب على أمره يا أستاذ محمد. إحنا صحيح اكو ناس مستضعفه وفقيره وهذا، بس ماكو كجهه. سيد سعد ولا اقاطعك، ولكن يعني رد سريع او حتى حضرتك والمشاهدين الكرام يكونون على علم. اثبتت التجارب على مدى 16 سنه انه ماكو احد بالعالم وقف مع القضيه العراقيه. ابناء العراق هم فقط المعارضه اللي خرجت من العراق، معارضه عراقيه تعارض الحكم الموجود الان. هذه المعارضه منذ 16 عاما هي سائرة على نفس النهج، وهيئة علماء المسلمين على رأسها، وبإمكانك أن تراجع التاريخ حضرتك وغيرك. الحل الوحيد هو بيد الشعب، لأنه لا دولة عربية لا إقليمية ولا دولية هي راغبة بأن تنتهي المأساة في العراق، وإلا كان تدخلوا. فالشعب نايم، هذا لازم لحل الموضوع. لا 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 لا, لا تقل للشعب، الأحزاب أقوى من الشعب. طيب والحال؟ إذا تريد الحال، هل أنتم كجهة سياسية، جهة سياسية قوية، أنتم المفروض أنتم تغيرون. طيب فلنفترض، رغم أنه هذا الموضوع غير مطروح حتى هذه اللحظة، ولكن فلنفترض أن هناك جهة مقاومة رغبت أن تدخل بالعمل السياسي على أرضية نظيفة، لن تتحقق هذه الأمور إلا بوجود بيئة وقاعدة شعبية تساعد على تحقق العمل السياسي الوطني. ما يصير بالعراق، ما يصير تغيير من الداخل. لا تصدق، لان طيب. اي واحد يتبنى قضيه الاصلاح بالداخل فهو مشترك وياهم، حتى هذا الكلاوات هاي البارحه طلعت. سيد سعد انا اشكرك، اعتذر منك الوقت انتهى. نتمنى ان تتخلى، طبعا انت يعني كان الله بعونك، انت حقيقه ربما من المعاناه التي تعيشها خرجت بهذه النظره اليائسه اذا صح وصفها، لكن قدر المستطاع يجب أن يتحلى المجتمع العراقي بالأمل، لأنه هو بيده التغيير، هو بيده القدرة على التغيير، وهناك أمثلة كثيرة على هذا الموضوع. الحل خارجي مستحيل، لأنه لا يوجد من لديه القدرة أن يتدخل بالشأن العراقي ليخرب المصالح الأمريكية ويغير هذه الاستراتيجيات والخطط الموضوعة. الحل من الداخل. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.